تحدي تكافو الصفر اندفعت على بركة الله وهنالك تأخر للجود والفرز زهرة التشرين اندفاع لهذه الأسماء من جهة وفرز الثلاث سنوات أكثر متنافسة في شوط السرعة اندفاع لدانة الأصايل في المنتصف برفقة كذلك محبوبة حسين وقدوم أنال أيضا وكذلك نجم المضمار وقدوم كذلك مردد ووصول لهواوية في المرتبة السادسة في مصدارة نجم المضمار يتقدم الآن بطول وربع الطول تقريبا نجمة دانة الأصايل المرتبة الثانية وأنال في المركز الثالث مطاردا الرابع المردد والخامس لمحبوبة حسين والسادس لهواوية والسابع لله جابة والثامن أيضا لرعد السراء الذي يبدأ التحرك الآن إلى 400 متر الفاصلة نجم المضمار مسيطرا حتى الآن على ما تبقى في هذا التنافس نجم المضمار يذهب ويهرب بالشوط حتى الآن المطاردة من أنال في المرتبة الثانية هواوية تأتي بالمسار الداخلي استحداث لرعد السراء المراجع للقدوم في المرتبة الرابعة هنا مباغتة من هواوية لانقضاض الآن هواوية تنقض من الداخل لانتزاع الصدارة بالفعل هواوية تتقدم تنتزع الصدارة هواوية تعود مشاهدينا الكرام لنغمة الانتصارات وانتصار ثاني متتالي للهواوية ألف ألف مبروك لمالكها سعد بن عطلة القحطاني تدريبات بدن سبيب والقيادة لمحمد شريمة هواوية مشاهدينا الكرام.